السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار سادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الناطق باسم الحكومة الموريتانية ينتقد بيان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ويقول إنه مثير للسخرية والشفقة. الإفراج عن الناشط شباب شيخ بايو للشيخ محمد بمدينة ألاك بعد اعتقال استمر 7 أشهر. وزيرة الإسكان والعمران تقدم بيان لمجلس الوزراء حول إعادة تأهيل الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين للشيخ إن البيان الصادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بشأن الوساطة الموريتانية في غامبيا وعلاقة موريتانيا ببلدان الجوار قال إنه يثير السخرية والشفقة. أضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن علاقة موريتانيا بالبلدان المجاورة جيدة ولا يمكن الاستدلال بها على عدم تألق الدبلوماسية. أنا شفت البيان هذا اللي فعلا صدر من المنتدى، وهو الحقيقة بيان يثير السخرية لكن أيضا يثير أيضا الشفقة على الوضعية اللي فيها المنتدى، بحيث أنه كأنه ما هو في الواقع، لأن هذه الوساطة معروف أنها كانت محل إكبار وإشادة دولية وإقليمية. السنغال نفسها حكومة السنغال أشادت بها وشكرت الرئيس عليها، الرئيس الغامبي الجديد أشاد بها وشكر الرئيس عليها، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي إلى غير ذلك. وما تضمنه البيان أيضا من قضية العلاقة مع الجيران، نحن نعرف أن موريتانيا علاقاتها مع الجيران أنها علاقة جيدة، وما حدث أخيرا من اعتذار من بعض الجيران لأخطاء ارتكبت أو إساءات ارتكبت في حق موريتانيا، هذا يدل، هذا ما يمكن أن يستدل به حد على عدم جدوائية أداء الدبلوماسية الموريتانية، بل الدبلوماسية الموريتانية معروف أنها تتألق وأنها تتعاضل. وأكد ولي الشيخ أن موريتانيا تحظى بالاحترام من طرف بلدان الجوار وأن الاعتذار لها عما سماها الإساءات التي ارتكبت في حقها يعتبر دليلا على إكبارها من طرف دول الجوار وعلى المكانة التي تحظى بها في المنطقة. وكون إساءة صدرت الموريتاني يعتذر عنها، هذا دليل على التعاطي الراقي لموريتانيا وعلى إكبار موريتانيا وعلى احترام موريتانيا وتعاملها مع الإساءات اللي تفرض على غيرها أنه يعتذر عن هذه الإساءات سواء ممن صدرت. لكن اللي يمكن أن يستدل به على أداء ليس جيد للدبلوماسية الموريتانية هو أن تكون موريتانيا هي التي تعتذر، لكن كون موريتانيا يعتذر لها هذا يدل على الأداء الراقي والتعامل الناضج مع القضايا والتعاطي معها ومع الإساءات، حيث تفرض على أن يعتذر لها وأنها في محل ومكانة ينبغي أن يعتذر لها، لأنها لا تستحق أن يساء إليها، وأنها أيضا تتعامل برقي وبنضج وبإكبار وبتألق مع الإساءات التي ترتكب في حقها. ولذلك ما جرى من أحداث في الفترة الماضية كله يدل على تألق الدبلوماسية الموريتانية وعلى الأداء الجيد اللي يقود به رئيس الجمهورية العمل السياسي والدبلوماسية في موريتانيا وفي المنطقة. أفرجت محكمة الاستئناف بمدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنة عن الناشط الشبابي شيخ بايو للشيخ محمد بعد سجن استمر 7 أشهر. وكانت محكمة الجناح بولاية نواكشوط الغربية قد حكمت على الناشط الشبابي بالسجن 3 أعوام ووجهت له تهم تتعلق بالعنف والاعتداء المادي. من ناحية أخرى، قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين للشيخ إن الإفراج عن الناشط الشبابي الشيخ بايو للشيخ محمد من طرف محكمة الاستئناف بمدينة ألاك يعتبر قضية تتعلق بالعدالة ولا علاقة له بها. جاء تعليقه للشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط ساعات بعد الإفراج عن الناشط الشبابي المعتقل على خلفية رميه حذاءه باتجاه الوزير.
بالنسبة طبعا موضوع الأخ اللي كان معتقل، هذه قضايا تعني القضاء، وقال فيها كلمته الأولى، وقال فيها أيضا هذه الكلمة، وبالتالي لا تعليق لنا عليها، فهي قضية عدلية تتعامل معها العدالة، وليست لنا رسائل اتجاه قضايا في العدالة، وكانت في العدالة وقالت فيها العدالة كلمتها. صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم حول تسويق منتجات الصيد الموجهة للتصدير. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري ناني الشروق خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، قال إن مشروع المرسوم يأتي بهدف إعادة تنظيم الشركة الوطنية لتسويق السمك. ويأتي هذا المشروع الإصلاحي، وهذا مشروع المرسوم الله يعدل إعادة تنظيم للشركة الوطنية لتسويق السمك اللي ينقالها عموما SMCP، بحيث أعلن اللجنة الاستشارية اللي كانت على مستوى SMCP واللي كانت يستشارها المدير العام للSMCP من أجل تحديد الأسعار، واللي كانوا الفاعلين متضايقين منها لانهم يقولوا عن منتوجهم سعر وما مضات تحدوا SMCP ولا يحدوهما، تم اعاده صياغه ذيك الهيئه بحيث ان هي لليوم لا تعود تحدد سعر المنتوجات ولا تتحدى SMCP. سعر المنتوج لا يعد يحدد في لجنه متكامله فيها كافه الفاعلين الخصوصيين المصدرين للمنتجات بأنواعهم. قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أمال متمولود أنها تقدمت ببيان لمجلس الوزراء حول إعادة تأهيل الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط. أضافت متمولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن البيان يتضمن أبرز العراقيل والتحديات التي تواجه عملية إعادة تأهيل والآليات المتخذة. كان اليوم أحصلنا شرف على أن تقدم البيان لمجلس الوزراء حول برنامج إعادة تأهيل الأحياء العشوائية. كان الهدف منه إطلاع المجلس على العراقيل ومدى تقدم العمليات في تأهيل هذه الأحياء العشوائية والعراقيل اللي نتواجهوا لها، وشين هي الآليات اللي قبل القطاع والله القرارات اللي قبل القطاع والآليات اللي دار ياك على أنه يوفي عملية تأهيل الأحياء العشوائية. سابق نبدا بالتفاصيل، نبقي بعد نعطي معطيات لي غروند لين على هذه الاوبيراسيون، على هذه العمليه اللي عدلت. تذكير فقط المعطيات، هذه العمليه انطلقت 2009 2010، وكان الهدف منها الاساسي هو القضاء على اللي قالوا الاحياء العشوائيه المعروف بالقزره، والهدف منها الثاني وهو الاساسي هو تمكين مواطنين موريتانيين من الولوج للملكيه العقاريه. انطلقت هذه العمليه ب 2009 2010 باحصاء عام إجماليته كاملة 119,000 محصي، عائلة محصية، ونزادوا عليها 8,500 أصلا ما هم محصيين يقروا وجيجا وأبوستريوري على أنهم إليجيبل والله يالتس نعطى لهم التراب. تبقت لرئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بن كيران جولة مشاورات واحدة ينتظر ليركز فيها على أحزاب الأغلبية في الحكومة السابقة. وتؤكد بعض المصادر رفض العدالة والتنمية أن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة. نتابع. لم يعد أمام رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلا جولة واحدة من جولات المشاورات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية، وسيبدأ بن كيران جولته بعد عودة العاهل المغربي من زيارته لدول إفريقية من بينها جنوب السودان. وحسب التوجهات في آخر اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن الجولة الأخيرة من المشاورات السياسية التي سيقوم بها رئيس الحكومة المكلف ستتجه صوب الأحزاب الأغلبية فقط، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وتتحدث الصحافة المغربية أن حزب الاتحاد الدستوري هو الآخر أصبح وجوده ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة تحصيل حاصل، خصوصا وأنه أصبح ضمن فريق برلماني واحد في مجلس النواب مع برلماني التجمع الوطني للأحرار. فيما تتحدث مصادر مقربة من العدالة والتنمية أن بن كيران وقيادة العدالة والتنمية مصممون على رفض الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة،
على الرغم من أن الحزب اكتسب مؤخرا رئاسة مجلس النواب في ظل عزوف ومقاطعة الأحزاب الكبرى في البلاد لرئاسة المجلس في الظروف الراهنة، وإذا تعذر على بنكران التوصل إلى تشكيل الأغلبية الحكومية في هذه الجولة الأخيرة فإنه سيقرر العودة إلى الملك ليمده بتقرير عن حصيلة 4 أشهر من المشاورات منذ تعيينه مكلفا بتشكيل الحكومة. ومع أن الدستور المغربي لا ينص على شيء محدد بهذا الخصوص إلا أن صلاحيات الملك ستسد هذا الفراغ بما تراه مناسبا من إجراءات، سواء تعلق الأمر بتكليف جديد أم بتوجيه آخر لإعادة انتخابات وما يراه المراقبون مستبعدا حتى الآن. نظمت مكتبة الآداب في نواكشوط محاضرة حول موضوع القراءة والوعي قدمها الأستاذ الباحث الدكتور خالد الحروب. قد تضمنت المحاضرة عرضا لتجربة ذاتية للكاتب، كما عرضت لمواضيع حول الماضي والتاريخ والعلاقة بينهما. أي تاريخ هو التقاطة كاميرا فلاش، يعني فلاش سريع على زاوية معينة رآها ذلك الكاتب أو رآها ذلك المؤرخ. عمليا هناك تواريخ، الثابت الوحيد هو الماضي. فرق كبير بين الماضي والتاريخ. الماضي هو فعلا ما مضى، الأحداث التي حدثت ونحن لا نعرف كلها، لا نعرف كل الأحداث التي حدثت، نعرف جزء واحد منها اسمه التاريخ الطبري أو تاريخ البلاذري أو تاريخ الشنقيطي، بس هذا هو الشيء الوحيد. التقاطت هذا المؤلف، التقاطت هذا المؤرخ لجزء من الماضي، وقد يكون هذا المؤرخ أيضا متأثر، يعني لنفرض أنه مقرب من خليفة أو حاكم ما، فكتب التاريخ حتى يرضي هذا العدد. يعني ليس فقط أنها جزئية من الماضي، بل وأيضا جزئية منحازة ومتأثرة. انتقد البنك الدولي في تقرير صادر عنه نهج الحكامة المتبع في البلدان النامية، وحث التقرير الدول المعنية على إعادة النظر في النهج المتبع لديها سبيلا إلى تجاوز التحديات المتعلقة بالأمن والنمو والعدالة. نتابع. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تشهد الساحة الوطنية الفلسطينية حراكا شعبيا وسياسيا دعما للأسرى في سجني نفحة والنقب، تنديدا بسياسة القمعية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال. وقد نفذ الأسرى الفلسطينيون عمليتين فدائيتين ضد إدارة الاحتلال وسياساتها القمعية التي تنتهج ضدهم. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من ضغط سلمية الأمعاء الخاوية إلى ردع سلاحية الطعن، هكذا ارتقت مواجهة الأسرى في سجون الاحتلال مسجلة عمليتي طعن فدائيتين ردا على تصعيد إدارة السجون الصهيونية بحق الأسرى في سجني نفحة والنقب. نفذ أولاهما الأسير خالد السيلاوي، حيث أصاب أحد السجانين الصهاينة بجروح بعد طعنه إياه بأداة حادة داخل سجن نفحة، فيما حملت ثانية العمليتين توقيع الأسير أحمد عامر نصار الذي تمكن من طعن ضابط صهيوني بسجن النقب في عمليتي طعن منفصلتين جاءتا ردا عمليا على حملة تصعيد مارست من خلالها إدارة السجون سلسلة اعتداءات غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، خصوصا في سجن نفحة سيء الذكر والشهرة.
لجنة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية لدعم الأسرى حملت سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجني نفحة والنقب في ظل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل جراء اقتحام قوات الاحتلال زنازينهما بين مطرقة التنكيل وسندان التشفي. من جهتها استنكرت قوى شعبية ومؤسسات حقوقية في الضفة والقطاع على رأسها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمعتقلين الحملة الهمجية الصهيونية ضد الأسرى في سجون الاحتلال ضمن سلسلة وقفات تضامنية واعتصامات جماهيرية دعما لقضية الأسرى وتثمينا لعمليتي الطعن البطوليتين. رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس قال إن التصعيد في السجون غير مسبوق ويأتي بتخطيط وتعليمات مباشرة من الحكومة الصهيونية في إطار الحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مبينا أن نادي الأسير أطلق مبادرة باسم الأسرى تدعو الفصائل كافة لاجتماع على أعلى مستوى لبلورة استراتيجية فلسطينية لمواجهة الممارسات التي يتعرض لها الأسرى. من جانبه قال الأسير المحرر عدنان خضر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي إن الأسرى أوصلوا رسالة صحيحة للسجان الصهيوني لأنه لم يع الرسائل السابقة من الإضراب عن الطعام ومعركة الأمعاء الخاوية، مبينا أن الأسرى منتفضون في كل أوقاتهم وأنهم يحددون متى وكيف وأين ينتفضون وأنهم قد استخدموا سلاحا استراتيجيا للدفاع عن النفس وعن حقوقهم بعد انتهاكات الاحتلال السيئة بحقهم من تنكيل وعزل انفرادي وتداول بين السجون. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الناطق باسم الحكومة الموريتانية ينتقد بيان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ويقول إنه مثير للسخرية والشفقة. الإفراج عن الناشط شبابي الشيخ بايولي الشيخ محمد بمدينة ألاك بعد اعتقال استمر 7 أشهر. وزيرة الإسكان والعمارات تقدم بيانا لمجلس الوزراء حول إعادة تأهيل الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع مشكل العمال المفصولين من شركة النقل العمومي في موريتانيا. 9 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. تحية لكم أينما كنتم. السلام عليكم.